دلوقتي خلينا نروح معاكم لنموذج الحقيقة من النماذج المصرية المشرفة، هذه النماذج اللي بتمثل مصر في الخارج واللي أصبحوا جزء أصيل ومهم من نسيج التنمية والتطوير اللي بيحصل في مصر من خلال مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني داخل مصر. وده الحقيقة ترجمته واحدة من هذه النماذج، وهي الدكتورة دينا الشريف الخبيرة المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، واللي بدورها بتساهم في دعم وترشيح شباب رواد الأعمال الأفارقة للمشاركة في الاستثمار وإقامة المشروعات داخل مصر. دكتورة دينا معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم عشان نتكلم معاها أكتر في هذا الملف. صباح الخير عليك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة، هو مساء الخير بالنسبة لي، الساعة 10 بالليل. بالظبط، مساء الخير بالنسبة لكم، صباح الخير طبعا معانا في صباح الخير يا مصر. في البداية عايزة أعرف منك ونعرف السادة المشاهدين، إزاي تم ترشيحك للمساعدة في هذه المبادرة، مبادرة رواد الأعمال الأفارقة؟ هو الحقيقة أنا في جامعة MIT بدير مركز اسمها لجاتوم للريادة والتنمية، وأنا جبت أو نظمت رحلة لرواد أعمال أفارقة لمصر. كنت حابة إن هم يجوا زيارة لمصر، والحقيقة جم فعلا زيارة لمصر، وكانت زيارة ناجحة جدا. وفي الزيارة دي تعرفوا على معالي الوزيرة نبيلة مكرم، معالي الوزيرة هالة السعيد، وتعرفوا على رجال أعمال في مصر، وزاروا كذا جامعة وراحوا جافي. وبعد الزيارة مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم، هي اقترحت عليا إن احنا نبتدي نعمل شغل أكتر مع بعض في أفريقيا. فهي جت من الرحلة اللي حصل في أول يناير. ده عظيم جدا. دكتورة، عايزين نعرف من حضرتك آخر المستجدات في هذه المبادرة، هل بالفعل بدأت تطبق على أرض الواقع؟ هو الصراحة الأسبوع اللي فات عملنا لقاء مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم، جبنا مجموعة من رواد الأعمال الأفارقة تاني قابلوها على لقاء على زوم، وجبنا كمان مجموعة من رياد الأعمال المصريين في الخارج، واتكلمنا عن أهمية الاستثمار في أفريقيا وأهمية الاستثمار في مصر، وجبنا كذا نموذج من رواد أعمال الأفارقة مهتمين جدا إن هم يجوا يستثمروا في مصر، وإحنا حابين إن هم يستثمروا في مصر عشان يخلقوا طبعا فرص عمل ويساهموا في التنمية الاقتصادية المصرية. طيب دكتور دينا، يعني وانت بتفكري في هذه المبادره وبتعرضي هذه الرحله على رواد الاعمال الافارقه، اكيد كان في عده عوامل ومزايا كان لازم تستعرضيها معاهم عشان تقدري في الفعل ان انت تجذبي اهتمامهم لهذه المبادره. عايزه اعرف منك المزايا اللي استعرضتيها عليهم من وجهه نظرك، وكمان في نقطه تانية، يعني بعد هذه المبادره وبعد هذه الرحله شايفة إنه إيه تاني المفروض لسه يتعمل؟ لا، حاجات كتير. هو بعدين هو الصراحة هما لما جم زاروا مصر، يعني عايزة أقول إن هما انبهروا. يعني في منهم كتير قوي يقولوا إحنا جينا ما كناش فاكرين إن في فرصة للاستثمار بالشكل ده. ف يعني وبعدين الصراحة عشان نقول الحق، يعني كل الناس اللي هم اتعرفوا عليهم في مصر يعني عملوا كل اللي يقدروا يعملوه عشان يحببوا رواد الأعمال في مصر، وإن هم يفهموا إنه دي بلد ممكن يستثمروا فيه. ويعني في مثلا شركة اسمها شركة ماكس كانوا بيفكروا يوسعوا لمصر أو يوسعوا لغانا، بعد الزيارة دي قرروا إن هم يوسعوا شركتهم لمصر. ايوه يا دكتور، بس فدي بالنسبة لنا يعني دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، ودايما احنا بنحاول نكلم الناس على الخطوات اللي اتخذتها الدوله المصريه عشان تقدر تجذب الاستثمار المباشر ليها. ف هقول لك اول خطوه ايجابيه اتعملت جافي. يعني لما في موجوده في مصر مكان واحد ممكن اي واحد عايز يجي يستثمر في البلد يروح مبنى جافي ويعمل ريجستريشن لشركته، والموضوع بسيط، وهم في ناس هناك بيساعدوهم وبيسهلوا الموضوع. فيعني موضوع انه كان زمان بيقولوا انه صعب قوي ان واحد يجي يستثمر في مصر، صعب قوي ان واحد يجي يسجل شركته في مصر، صعب قوي ان واحد يفكر انه يجي من نيجيريا او يجي من غانا ويفتح شركة في مصر. الموضوع ما بقاش صعب قوي للدرجة دي. لان احنا وكمان سهلنا الاجراءات. المصريين
اتفضلي يا فندم. قول تاني يا محمد. بقول لحضرتك لان احنا سهلنا عليهم الاجراءات كتير، يعني اقدر اقول انه من 10 سنين ما كانش الوضع كده. انا نفسي لما جيت مصر المره دي وجبت معايا المجموعه، انا نفسي انبسطت جدا بقد ايه الدنيا بقت سهله وبسيطه، وكل يعني البيئه للاستثمار بقت ترحب بان اي حد بره مصر وخارج مصر ييجوا يستثمروا في البلد. عظيم، مبادرة مهمة عملتها وزارة الهجرة وحضرتك بتشاركي فيها. عايز أتكلم معاكي أكتر عن طبيعة العلاقة ما بين حضرتك والتواصل المستمر مع وزيرة الهجرة. عايز تسألني ايه؟ هل في تواصل مستمر مع الوزارة؟ في تواصل مستمر. انا الحقيقة يعني اكيد انتوا عارفين ان معالي الوزيرة مهتمة جدا 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 بالمصريات اللي في الخارج. انا لما قررت ان انا اجيب مجموعة من رواد الاعمال الافارقة اللي هم تابع MIT لمصر، دي كانت اول مرة جامعة MIT وافقوا ان اي حد يجيب مجموعة من رواد الاعمال لمصر. فرحت قابلت السفير المصري في واشنطن دي سي، وهو الحقيقة هو قال لي يا دينا روحي كلمي مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم. وانا فعلا عملت كده، وهي رحبت جدا، وهي بتشجع اي حد، اي مصري في الخارج عايز يعمل مبادرة في مصر هي بتشجع وبتساعد، وهي فعلا عملت كده. فهي ابتدت كده، وبعدين علاقتنا اتطورت، ونظمت معاها لقاء تاني على زوم، ولسه يوم الحد اللي فات نظمت معاها لقاء تالت عظيم. مع مصريات في الخارج، وعملنا تكريم لدكتورة كوثر زكي برضو. فأنا مبسوطة جدا بدور الوزارة وباهتمام الوزيرة خصوصا بالمصريات اللي في الخارج، لأن بقى في مصريات كتير قوي في الخارج بيعملوا شغل كتير قوي ممكن تفيد مصر. صحيح بكل تأكيد. طيب دكتورة دينا، يعني من خلال الاجتماعات دي والفيديو كونفرنسز اللي كلمتي عنها، شايفة انه ايه اهم القطاعات اللي قدر السوق المصري ان هو يكتذبها من خلال رواد الاعمال الافارقة، وايضا ايه القطاعات اللي شايفين ان لسه السوق المصري محتاجها؟ زراعة، صحة، تعليم، الحاجات اللي ليها علاقة بالتكنولوجي، الفينتك، والرايد شيرينج اللي هي الحاجات اللي زي اوبر. لا يعني ما فيش مجال، مش كل المجالات مفتوحة الحقيقة. طبعا يعني دكتورة دينا شريف، الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، احنا بنشكرك شكرا جزيلا الحقيقة على كل هذه الإيضاحات، وأيضا بنشكرك على مجهودك الكبير اللي انت وضحتيه لنا. واحنا محتاجين الحقيقة نماذج كتير زي دي، لأنه بالفعل في خطوات إيجابية كتير جدا بتحصل دلوقتي في مصر، ومحتاجين ان هي تخرج كمان للعالم عشان يعرفوها بشكل أقرب، ويكون كمان بشكل واقعي بدل ما نقعد نقول ونحكي عن ايه اللي بيحصل من غير ما يكون في تطبيق على أرض الواقع. فاحنا بنشكرك جزيل الشكر، نورتينا في صباح الخير يا مصر.